الغازي وصحابه والجماعه تاعو هادو فسدوا البلاد هادو. كيف اللي سرق يطلع يطلع وزير؟ الغازي كيف الحق هنايا ظلمنا هنايا ظلم ولايه عشلف وزيد يطلع وزير؟ بمحمد الغازي ينفتحوا كل الملفات تاع الفساد تاع هذه الولايه اكلوها. عندنا السيد الغازي محمد هذا اللي راهو حاليا في السجن، وحنا نطالبوا باللي الناس اللي كانوا في الحاشيه تاعو اللي استفدوا من العقارات تاوعو يخلصوا قدام الشعب الجزائري وقدام العدالة الجزائرية بالتحقيق الجدي في هذه القضايا بفتح كل الملفات، كل من كان متواطئ من السلطات المحلية ورجال الأعمال، يعني تكون فيه تحقيق فعلي.